التاسع من رمضان المبارك، يعني غدا بيكون الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، يعني قضى، ونسأل الله أن يكون قضى وأخذ ذنوبنا وغفر الله لنا ذنوبنا، لأن أوله رحمة، لعل الله رحمنا بهذه الأوضاع التي نمر بها، هذه الأوضاع الصعبة، الأوضاع الصعيبة، أو الأوضاع النكدة الحقيقة التي يمر بها، سواء على الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي أو الصحي أو القلق والتوتر هذا الذي يعني يشد أعصاب الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى هذه العشر الأيام الأولى من رمضان المبارك أن الله سبحانه وتعالى نظر إلينا نظرة واحدة ورحمنا من رحمة واحدة من رحماته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملنا هذه الرحمات والبركات والمغفرات، ونحن إذن أوله رحمة وأوسطه مغفرة، ونحن إن شاء الله بعد غد سندخل في وسط رمضان في أوسطه مغفرة، ونسأل الله في آخر رمضان أن يكون آخره عتق من النار يا رب العالمين. حياكم الله. احنا راح تكون ضيفتنا اليوم يعني بعد 5 دقائق ان شاء الله الدكتورة المحترمة ديمة طهبوب، نائب في البرلمان ودكتورة في الجامعات الأردنية. راح نحكي في أوضاع كثيرة ان شاء الله، لكن قبل ذلك بدي احكي هذه الخاطرة، ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان في البصرة في العراق، فمر فرأى اناسا مزدحمين، قال ما بهم ما بهم شو في؟ فكانت الناس لا تعرف من هو سيدنا علي، لا التلفزيون يصور، يعني مش كل واحد يعرفه إلا من اختلط به. فمر سيدنا علي شأنه شأن أي مواطن عادي، فقال ما بهم، ما هؤلاء الناس، على ماذا يجتمعون؟ قالوا طبيب من اليمن يعالج الناس. نحكي ولا نستضيف أختنا دكتورة ديمة طهبوب إذا كانت جاهزة؟ السلام عليكم دكتورة. دكتورة، نمر كما ذكرنا في أوضاع اجتماعية صعبة ونفسية حقيقة، يعني ليس لها من دون الله كاشفة. هناك التكافل الاجتماعي، مسألة التكافل الاجتماعي والفزعة اللي هي والهبة والهمة التي يعني حتى الدولة الكريمة أطلقت شعار همة وطن والآخر، يعني ما هي الحلول لما نمر به الآن حتى نتكافل ونترابط ونتواد أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، ورمضان مبارك وكريم على الجميع. سبحان الله أخي، يعني كما يقال لا كرب وهناك رب، والإنسان المسلم بطبيعته إنسان متفائل، إنسانا دائما حتى يستقبل المصيبة بالرضا، ولا تقعده هذه المصيبة، بل هو يحاول ويعمل أن يتجاوزها، وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه قائم بين عينيه وقائم في قلبه. ولا شك أنه يعني إذا كان لكل إنسان زوادة بتزودها من طعام أو شراب يوميا أو غير ذلك، فزوادة الإنسان المؤمن هو رمضان. هذه الزوادة التي ربما تقل فيها حاجات الجسد لترتفع حاجات الروح، لنشحن إيمانيا، لتشحن هممنا على مدى عام كامل، فيكون رمضان بمثابة الدورة التي يدخلها المسلم ليزداد إيمانه، ليزداد عمله، ليتهيأ لبقية أشهر السنة بالهمة والعمل، ثم يعود شحن نفسه وشحن إيمانه وشحن همته وقوته مرة أخرى في شهر رمضان. لذلك كان من دعاء الصحابة: اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، لأن الفوز في هذا الشهر وإدراك قيمة هذا الشهر لا يتحقق الكثيرين من الذين يصومون، فليس المقصود هو الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن الآثام وبالتالي الاقتراب من طاعة الله. وسبحان الله في هذا الكرب، في هذا الكرب نتذكر أنه الطاعات لها أجور مضاعفة، فالفريضة 70 فريضة والنافلة بأجر فريضة، وهذا ما يزيدنا رغبة في هذه الطاعات. ومن أفضل الطاعات السعي في حاجة الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القائم على الأرملة والمسكين، القائم على بشؤونهم، رعايتهم، الإنفاق عليهم، تفقدهم، القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر، وفي رواية كالمجاهد في سبيل الله. نعم، كالصائم الذي لا يفطر، وقال القائم الذي لا يفطر، وفي رواية أخرى قال كالمجاهد في سبيل الله. لذلك
أجر الحقيقة يعني التواد والتراحم والتكاتف أجر كبير على إطلاقه، فما بالك في رمضان والأجور مضاعفة في هذا الأمر. وسبحان الله يعني الأحاديث الجميلة ترشدنا إلى أهمية ذلك. فيعني مما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا اختصهم. وانظر أخي الكريم ويعني إخواني وأخواتي الكريمات إلى جمال العبارة، هذا الاختصاص. كل منا يحب أن يكون يعني من الخاصة ومن البي آي بي كما يقولون ومن الناس المهمين، فما انظر إلى الخصوصية عند الله سبحانه وتعالى كيف يكون شكلها. إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس. أنت مختص بأن يجري الله سبحانه وتعالى فضله على يديك حتى توصله للناس. فإن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب إليهم الخير وحببهم إلى الخير. إحنا فعلا لما بنشوف الناس المعطيين نشعر أن عندهم فرحة في العطاء، نشعر أنه فعلا يسارعون إلى ذلك. فحبب إليهم الخير وحببهم إلى الخير. انظر ماذا كانت النتيجة. النتيجة شيء رائع، وكلنا يطمح وكلنا يأمل أن يحصل هذه النتيجة. هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ما شاء الله. لذلك أخي الكريم يعني نحن في شهر بالعكس نستذكر فيه قيمة التكاتف ونستذكر فيه قيمة التعاضد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله الأشعريين. الأشعريين هم قوم أبو موسى الأشعري، فلماذا ترحم عليهم وطلب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة؟ قال رحم الله الأشعريين، كانوا إذا أمحلوا إذا افتقروا شو كانوا بيعملوا هذول الناس؟ جمعوا ما بينهم واقتسموه بالسوية. ومن ذلك ما نفعله الآن من هذه الصناديق الإغاثية، سواء كان في صندوق دعم القطاع الصحي أو في صندوق الخير لدعم وزارة التنمية الاجتماعية والفقراء. قال كانوا إذا أمحلوا جمعوا ما عندهم واقتسموه بالسوية. انظر إلى النتيجة ما أجملها، أنا منهم وهم مني. تخيل أن ينتسب يعني أناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن فعلهم وصنيعهم إلى الآخرين. ولا ريب أخي يعني سبحان الله في العمل الصالح دائما نحن نبدأ بالدوائر الأقرب فالأقرب. فنحن لدينا أسرة نووية صغيرة مع أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأبنائنا، ومن ثم تكبر هذه الأسرة فتكون في العائلة، ومن ثم تكبر هذه الأسرة فتكون المجتمع بأكمله. لذلك دائما نبدأ نتفقد يعني عائلاتنا. الحمد لله احنا عندنا في المجتمع الاردني الكثير من الروابط العشائريه، الكثير من الدواوين. الاصل انه الان في هذا الشهر ونبدا ونبني على ذلك بقيه السنه باذن الله ان يكون لدينا تفقد لامورنا. في منا الان من انقطع عنه رزقه، من ياخذ الان نصف راتبه، منهم من اقعده مرض او عجز او الى اخره. يجب الان على العائلات ان تتفقد بعضها البعض. ثم ننتقل بعد ذلك الى الدوائر الاكبر الا وهو المجتمع. وسبحان الله يا أخي رحم الإسلام هي رحمة واجبة البر كما رحم القربى ورحم الدم. جميل. لذلك نحن ملزمين بإخواننا المواطنين وبأخواتنا المواطنين، ملزمين أن نقدم ما لدينا. هذا شهر نستذكر فيه أهمية الزكاة. ولو والله فعلا لو أغنياء المسلمين قدموا زكاتهم لما رأيت فقيرا ولما رأيت مديونا. لذلك إحنا بنستذكر فضل هذا الأمر، وهي فريضة، وفضل الفريضة وإعطائها في رمضان بسبعين فريضة. فنذكر إخواننا وأخواتنا بزكواتهم، ومن ثم نذكر بالصدقات. والصدقات من أجمل ما يمكن أخي، قد تبدأ من شق تمرة وتنتهي يعني إلى ما نهاية، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. والصدقة جعل الله سبحانه وتعالى لها أبواب كثيرة. مثلا الآن نحن خائفون من مرض، فالله سبحانه وتعالى جعل الصدقة بابا إلى الشفاء، فقال داووا مرضاكم بالصدقات. لذلك الحمد لله الآن اللي بدها تنجح بنتها وينجح ابنها، اللي بدها ربنا يصرف عنا هذا البلاء تسرع إلى الصدقات. والصدقات يعني كما يعني ليس عليها يعني، بينما مثلا في الزكاة هناك مقدار معين للزكاة، وإنما الصدقات قد تكون يعني قليلة ولا قليلة عند الله سبحانه وتعالى من نفس طيبة، وقد تكون كثيرة إلى ما نهاية. فهذا شهر يرغبنا الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى الخيرات بالعطاء. حتى على الأقل أخي الحمد لله يعني الحكومة أخذت إجراءات طيبة جدا فيما يتعلق بالقطاع الصحي، والحمد لله نحن نرى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم الحالات في تناقص، الحالات تقترب من الرقم صفر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يعني بالجهود الحكومية والجهود الشعبية بالالتزام وما إلى ذلك. ولكن أيضا يجب أن نعلم
أننا يعني العالم كله مقبل على ذائقة اقتصادية. جزء من هذه الذائقة الاقتصادية أن ننجو جميعا في هذه السفينة بالتكافل والتعاض، بأن يعني سمعنا الكثير من الأمثلة الحقيقة يعني الجميلة. كنت في ذلك يعني قبل يومين سمعت قصة أنه أحد أصحاب العمارات أعفى المستأجرين من الإيجار لمدة 3 أشهر حتى يعين بنفسه مما لديه، يملك هذه العمارة، أراد أن يعين الناس بما لديه. فبالتالي يعني هذا شهر سيقلل أو يعني سيقلل من يعني من وطأة الأزمة الاقتصادية القادمة، وهذا يعني كلام ليس بخاف ويتم تداوله على نطاق عالمي. إذا يعني صمدنا وتعاضدنا وتقاسمنا ما بيننا بالسوية كما فعل الأشعريون، بإذن الله ننجو جميعا. جميعا طبعا إن شاء الله. لكن دكتورة يعني واضح أن الوضع الاقتصادي يعني القادم يعني نسأل الله يكون أجمل، ولكن يعني كما يبدو يعني شوي صعب القادم كما يبدو. مطولين يا دكتورة فكرك يعني بالأمور هذه؟ والله أخي هذا بيعتمد يعني أنه هناك الحمد لله نحن لسنا معتمدين نتلقف فقط يعني ما سيأتي. لدينا سياسات داخلية من فضل الله سبحانه وتعالى، لدينا أيضا يعني جزء من الحصانة والاستعداد الداخلي، هناك إجراءات جيدة أخذتها الحكومة، ما زلنا بحاجة إلى المزيد، بالذات في الانتباه للفئات المجتمعية التي يعني تعرف عالميا بالفئات الهشة، ألا وهي الفقراء، أصحاب الإعاقة، عمال المياومة، كل هذه الفئات التي تعرف أو تسمى بالفئات الهشة. كذلك لدينا الحمد لله نحن أرض بركة، وهذه البركة مثبتة عند الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله ليس فقط خاص بفلسطين وبالقدس، وإنما نحن أيضا في الأردن من حوض البركة. ومن معاني هذه البركة كما أثبتها الفقهاء أنها بركة في الإنسان، وبركة في المكان، وبركة في الأرض، وبركة في الموارد. ولقد رفع عيديها دكتورة، عيديها بركة أين وأين؟ بركة في الإنسان، وبركة في المكان والأرض، وبركة في الموارد. نعم جميل. ويعني لذلك يعني رفع جلالة الملك يعني سابقا شعار جدا عظيم ويجب أن يفعل بقوة في هذه الفترة، ألا وهو شعار الاعتماد على الذات. لدى الأردن مقدرات، لدى الأردن ثروات، نعم نحن بحاجة أيضا إلى سياسات اقتصادية الآن. لا ريب أننا مقدمون على أوضاع صعبة، يعني في كثير من المؤسسات تقول أنه يعني ربما تزداد نسب البطالة أو ما إلى ذلك، ولكن الآن قبل أن نأتي إلى هذا الأمر يجب أن يكون لدينا سياسات وقائية حتى نستطيع أن يعني نستخدم ونعظم الثروات الأردنية الموجودة الآن، وبالتالي نقلل من الاعتماد على العالم الخارجي. لأنه كما تعلم أخي الكريم كل دولة الآن مشغولة بذاتها، وكل دولة يعني ستتعبر بأحوالها المحلية. فبالتالي ما كان يعني لدينا من مصادر دخل ومن مصادر إيراد خارجية، من منح، من مساعدات، من إلى آخره، قد يتأثر بسبب هذه الجائحة. لذلك الحل أن بإذن الله لا نبقى مكتوفين الأيدي، وإنما ننظر في هذه الثروات الأردنية وهي بفضل الله. لكن دكتورة بعد إذنك نريد حلول سريعة كما قلت للأمور الهشة، للفئات الهشة هذه. يعني الفقير لا ينتظر صراحة يعني. صحيح. لذلك الآن أخي تم حصر مثلا عمال المياومة من خلال منصة في الضمان الاجتماعي، والآن عندما ينتهي الحصر سيتم معالجة أمورهم، أما برواتب أو ما إلى ذلك. كذلك قدمت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية الإعانة إلى الفقراء، والآن أيضا هناك خير يعني جمعيات رسمية وهي الهيئة الخيرية الهاشمية وتكية أم علي، وكمان يعني ننتظر من الحكومة أن تفتح المجال كذلك للجمعيات الخيرية المعتمدة في وزارة التنمية، وعددها تقريبا يعني يقارب أكثر من 4000 جمعية كلها مسجلة لدى الوزارة. وكما تعلم يعني أهمية المجتمع المدني الحقيقة في رفض الجهود الحكومية مهم جدا، لأنه يعني الدول العظمى تعتمد في جزء منها على
القدرات الاجتماعية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية والعمل التطوعي، كل هذا سيساهم بإذن الله يعني في رفض الجهود الحكومية. كذلك يجب أن نستثمر الآن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه المشاريع التي تشغل ما بين 5 إلى 10 أشخاص، وبالتالي نقلل البطالة التي ربما تنتج من هذه الجائحة. يجب أن يعني نسهل المعيشة على المواطنين فيما يتعلق بفواتير الكهرباء وفواتير المياه. هناك عدة إجراءات اقترحناها كمجلس نواب وكجهات أخرى أيضا للحكومة، والآن الحمد لله كما نرى ببركة يعني شهر رمضان بدأ الإغلاق يعني يتخلخل قليلا، بدأت القطاعات، رجعت القطاعات الاقتصادية إلى استئناف أعمالها، كذلك بعض الشركات الخاصة. الحمد لله عجلة العمل وعجلة الاقتصاد تستأنف دورانها، وإن كان بسرعة، ليست بالسرعة التي نريدها، ولكن بسرعة تكفل أن لا يتضرر كذلك الوضع الصحي. يعني نريد أن نمسك الأمر بميزان الذهب كما يقولون، لدينا وضع صحي نريد بإذن الله أن نستديمه، وكذلك لدينا وضع اقتصادي الآن يجري. كذلك أخي كما تعلم يعني الصندوق المعونة الوطنية قدم آلاف وملايين ملايين الدنانير بالذات في هذه الجائحة، وتم تحويل الكثير من الأموال من صندوق همة وطن إلى الصناديق الأخرى حتى يعني نقوم بهذا العبء الاقتصادي فيما يتعلق بالذات بالفقراء. وأنت تعلم أنه يعني كثير من المواطنين حتى بعد هذه الجائحة قد ينتقلون من طبقة متوسطة إلى طبقة فقيرة، لذلك يعني نحن بحاجة إلى إجراءات، بحاجة إلى الإسراع في إجراءات الحكومة لتقديم العون لمن يستحقه وإعادة فتح عجلة الاقتصاد حتى بإذن الله يعني نقلل من الخسائر في القطاعات الاقتصادية التي نحتاجها يعني لحياتنا والتي تعتبر قطاعات حيوية. يعني أنت أسعدتينا وأعطيتنا إشارة أمل، وحقيقة من خلال كلامك الموزون والمعتدل يعني، وحقيقة ضربتينا أروع أمثلة في الاعتدال والحقيقة وحبك للوطن، يعني هذا ما بجاملك فيه. ولكن أخي بس تسمح لي حتى لا يعني لا نضل قبل أن أشكرك أنا بشكرك هلا نعم لا بس حتى يعني أقول على نقطتك، هذا ليس أملا مضللا. لماذا؟ لأن الأردن سبق وأن يعني وقع في أزمات، منها كانت الحروب، حرب الخليج وما إلى ذلك، والحمد لله يعني تجاوزنا هذه الأزمات بفضل الله سبحانه وتعالى وبتعاون بين الشعب والحكومة، فهي ليست أول أزمة يعني يقع فيها الأردن. والله الأردن بفاجئنا بحاجة إلى نعم والله الأردن دكتورة بفاجئنا يعني بأوقات الشدة هيك بينهض نهضة سريعة، وبيشعرنا انه هو مميز في كل شيء حتى يعني في صح يعني صحيح. يعني احسن من بعض الدول العظيمه اللي بحاجه لكمان يا دكتور. وهذا ما حصل الحمد لله لدينا في القطاع الصحي في الوقت اللي يعني الدول الكبرى اللي الناس كلها بتتمنى انها تهاجر لها، ويعني كانت تتمنى يعني أمنية حياتها أن تهاجر إلى هذه الدول وتملك جنسيتها، الآن عمالهم بيطالبوا أنهم يرجعوا إلى الأردن. فلا ريب أن بركة الله سبحانه وتعالى واضحة، ولا ريب من ثم يعني الجهود البشرية في القطاع الصحي، نوجه لهم كل التحية الحقيقة، جهود الجيش وجهود الدفاع المدني وجهود الشرطة الحمد لله حملتنا في هذه الأزمة. ولكن أيضا يعني كما قلت أخي يعني يقع على الشعب الكثير من الجهد، نحن بحاجة إلى استشعار حقيقة معنى المواطنة في هذا الوقت، بحاجة ربما أحيانا يعني أن نقلل من مما نريده نحن حتى نكسب جميعنا. يعني الآن أنت بتعرف أنه في بعض المؤسسات مثلا اضطرت إلى دفع نصف الرواتب، ربما نقبل بهذا النصف قليلا في هذه الفترة حتى نعبر يعني من عنق الأزمة، ومن ثم بعد ذلك نستعيد مكتسباتنا وحقوقنا جميعا. لذلك يعني إحنا يجب استشعار شعور الإحسان الآن، الإحسان في أعمالنا، الإحسان في واجباتنا، أن نقدم مثلا يعني أفضل ما لدينا. أنت الآن مثلا هذه الأزمة فرضت علينا مثلا التعليم عن البعد والتعليم من خلال المنصات، الآن يجب على كل معلم ومعلمة أن يستشعر معنى الإحسان في عمله الذي لا يكون مباشرة من وجه إلى وجه وفيس تو فيس كما يقولون، ولكن قد يكون من بين يعني من خلف الشاشات ولا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالآن والمديرين والمراقبين لا يرونا، يرون ما هو أهم وهو الله سبحانه وتعالى، فنستشعر ونبذل في أعمالنا مزيدا من الإحسان لله سبحانه أيضا وتعالى. من الأمور اللي اكتشفناها دكتورة وهي إنه إحنا بنقدر نعيش بدون عزاء وبدون صالات أفراح،
وبدون ذهاب إلى مولات ومطاعم بكثرة. صحيح يعني صحيح اللي كان يصرف 1000 دينار الآن تفاجأ أنه قاعد يصرف 400 دينار. صحيح. يعني هذه بنقدر لقينا حالنا في هذه الظروف، علمتنا الحياة أنه بإمكاننا أن نتعايش مع هذه الظروف. نعم أخي، دائما من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يزرع في قلب المحنة منحة، ويعني أنه لا يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك دائما ربما في فترة الدعاء وفي فترة الرخاء تتولد عند الناس أنماط استهلاكية تجانب الصواب، وبتخليهم يتداينوا أكثر من حاجتهم حتى يجددوا ويسافروا وإلى آخره. ربما هذه فترة حتى نعيد دوزنة حياتنا إن صح التعبير، ويعني نعيد ترتيب أولوياتنا، ما هي الأشياء الأساسية وما هي الأشياء الكمالية، ما الذي أحتاجه الآن وما الذي يمكن أن ينتظر إلى ما بعد ذلك. هذه فترة يعني إعادة ترتيب للأولويات، إعادة ترتيب للأمور المهمة ونحن بحاجة إليها، ليس فقط يعني من حسن نصف المعيشة، من حسن التدبير سواء في حالة الرخاء أو في حالة الشدة. نعم. دائما الإنسان الذي يدبر لحياته، الذي لا يعني لا يجري مع كل موضة الناس اشترت أشتري، الناس ذهبت أذهب، وإنما أنظر إلى حاجاتي الحقيقية. هذه الجائحة تعلمنا أننا ربما كل ما كنا ندعو إليه مثلا من عدم المغالاة في المهور، الآن هي الأمور الناس بتمشي وبتتزوج وبتأسس أسر، وبالعكس فيها بركة، فيها بركة يا دكتور. نعم ونعم، وما ما فيش كل ما يعني مظاهر التظاهر التي كانت موجودة، واللي زي ما بيقولوا في مجتمعنا بيطلع الزعلان أكثر من الراضي. نعم صح، وبالموت. نعم. حتى بالموت، موت وخراب ديار الآن، موت لحاله. صحيح. لذلك يعني ما أجمل أنه أخي هذا أيضا هذه السلوكات أو السلوكيات لا تكون عارضة، إنها فعلا يعني تكون سلوكات مستدامة فيما بعد هذه إن شاء الله. الجائحة، إنه بعد ذلك بإذن الله ننظر. أنا هلأ بهمني إنه يعني ابني وبنتي يتزوجوا ويكونوا العائلة، ولا بهمني أظل مأخر فيهم عبين ما يجمع حق الصالة وحق الكذا وحق الكذا. لا، إحنا يعني ربما هذه السلوك أثرت على ارتفاع نسب العنوسة وعلى ارتفاع سن الزواج وإلى آخره، وهذا في مثال واحد وهو الزواج. ناهيك قديش ناس يعني وضعت تحت رحمة القروض، وأدى إن عنا في ديون وغارمات بسبب إن الناس بتقترض أحياناً أكثر من حاجتها، وليس فقط لحاجة عاجلة وضرورية. نعم صحيح. فالحمد لله يعني ننظر إلى النصف المملوء من هذا الكوب، ننظر إلى الشمس من وراء هذه الغيمة، أن الله سبحانه وتعالى يعني بعد كل عسر بإذن الله سيكون هناك يسر، بعد السبع الشداد التي مرت على الأمة بإذن الله سيكون هذا العام الذي يغاث فيه الناس وفيه يعصرون، ولكن إن الله سبحانه وتعالى يعني كما يقول الصالحين إن لله رجالا إذا أرادوا أراد. جميل. بمعنى أنه إحنا يجب أن يعني ننوي فعلا أنه رح نكون مختلفين بعد هذه الجائحة، أن يعني نعمل أفضل ما لدينا، أن يكون عندنا سهول في الانتقال إلى الأشياء الجديدة. يعني مثلا أخي أنت الآن بترى انه في كثير تذمر من قضيه التعلم عن بعد وفي الى اخره، مع ان التعلم عن البعد هو يعني الجيل القادم والمستقبل القادم، وبعد ذلك قد لا يكون فعلا هناك يعني ما يقال عنه وجه لوجه. فلماذا لا يكون عندنا هذه النفسيه المبادره، النفسيه المتفائله، انه دائما يعني استقبل الشيء الجديد واعظم فيه المكاسب وأقلل فيه المخاسر. يعني الحمد لله ربنا أكرمنا أنه مثلا استجابة وزارة التربية والتعليم في هذا المجال كانت سريعة جدا، وتم حوسبة التعليم يعني بفترة قد تعتبر قياسية. فالحمد لله، أكيد كل تجربة لا تكون 100%، الكمال لله وحده، ولكن إذا أنا قلت 70% فهي جيد. لذلك دائما أتعامل مع الشيء بنفسية منشرحة. جميل. بنفسية قابلة لاستقبال التحديات، بنفسية قابلة أنها تتجاوز هذه التحديات. يعني دائما يقولون عقبة اليوم هي عتبة المستقبل، عقبة اليوم إذا أنت تجاوزتها ستكون العتبة والدرج الذي سيهيئك إلى الطلوع إلى المستقبل. لذلك يعني أخي الحمد لله أنه ربما يعني جاء شهر رمضان، وهو شهر يعني أيضا تدريبي على الحاجيات الأساسية، على أن نستقل من حاجات الجسد حتى ترتفع لدينا موازين الروح، على البذل، على العمل، على التطوع، على العطاء.
وجاءت هذه الجائحة كدرس إضافي، كدرس تقوية، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون. نعم، دعواتك يعني أنا حقيقة أنا بعرفك يعني، بس بتفاجئ بما شاء الله في هذا العلم وال يعني والبيان والفصاحة. بدنا دعوة منك للأردن ويرفع البلاء عنا وعن الأمة العربية والإسلامية يعني الحقيقة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والكرم، يا أكرم الأكرمين، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من أكرمتنا بعيش في أرض البركة، يا من أكرمتنا بعيش في الأردن، يا من أكرمتنا بهذا الدين، يا من أكرمتنا، يا من أكرمتنا بالصحة والعافية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا صاحب الفضل والمن، يا ربي يا ذا الجلال والإكرام، احفظ الأردن وكل بلاد المسلمين، احفظنا فوق كل أرض وتحت كل سماء، احفظ الأردن وأهلها، سماءهم وماءهم وأرضهم ومقدراتهم وأنفسهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، ولا تجعل للعدو علينا سبيلا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ما لم تبلغه نيتنا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنت معطيه أحدا عبادك في هذه الأيام الفضيلة، اللهم فإنا نسألك منه ونرغب إليك فيه يا رب العالمين. نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفي ليلة القدر التي تكتب فيها الأقدار، حول حالنا وحال المسلمين وحال الإنسانية جميعا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا وحال المسلمين وحال الإنسانية جميعا إلى أحسن حال، واجعلنا من أوفر عبادك حظا من كل رزق قسمته، ومن كل خير قسمته، ومن كل صحة وعافية. اللهم سلاما وأمنا وأمانا تحق به الأردن والأردنيين وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم واعتق رقابنا من النار، اللهم واعتق رقابنا من النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. روحي يا شيخ، الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك ويعطيك الصحه والعافيه، واستمتعنا الحقيقه جدا 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 بهذا اللقاء الجميل. اشكرك، بارك الله فيك. شكرا، اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا مشاهدي الكرام، نائب في البرلمان الاردني تندرج ضمن المعارضه، ولكن يعني في لما يصيب الوطن لا سمح الله ضائقة وهم، أو لا سمح الله يبعد عنها الوطن والهموم والغموم والضوائق وكل اللي هي الأمور الصعبة، لكن تجدها مواطنة صالحة، مواطنة في خندق واحد مع الحكومة ومع الدولة ومع جلالة الملك ومع الدنيا كلها. سمعتم ماذا قالت؟ يعني سبحان الله، يعني بتشعر انه مثل المؤمن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن كمثل الجسد الواحد يشد بعضه بعضا. سبحان الله، انك خير من استاجرت القوي الامين. على كل حال ناخذ فاصل قصير ثم نعود اليكم مشاهدينا الكرام. يا اهلا ومرحبا فيكم من جديد، وبدي كنت بدايه البرنامج اتكلم انه سيدنا علي رضي الله عنه بدك تصحصح معي وتصلي على رسول الله وتقعد، حط هالاكل وجهز حالك وخلينا نحكي مع بعض كم كلمه. سيدنا علي رضي الله عنه كان يسير بالبصره في احد شوارع البصره فراى اناس مجتمعين. شو الموضوع؟ سال ما الامر؟ قالوا طبيب من اليمن يعالج الناس. دكتور يعني طبيب بالزمن الأول، بطب أعشاب وحاجات زي هيك يعني. فشاف الناس مزدحمين عليه، اللي بيقول له راسي، واللي بيقول له رجلي، واللي بيقول له عيني، واللي يعني الأمراض شتى. فسيدنا علي وقف بده يشوف هالطبيب هذا اللي هالعالم كله مجتمع عليه، فاستمع له. فسيدنا علي أعجب رضي الله عنه عن الصحابة الكرام، أعجب بأسلوب الطبيب، كلما قال وصف وصفة لمريض يقول له خذ ذلك وبأمر الله وبتوفيق الله وبرضى الله
وتوكل على الله، خذ هذا مع العبادة وإن شاء الله سيشفيك الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. فاستحسن كلامه، فالناس واقفة تقريبا شبه طابور، سيدنا علي بن يعني وقف قال بدي أوقف بهالطابور المجتمعي. فقلت لك ما كان في تلفزيون يصور سيدنا علي حتى الناس كلها تعرف سيدنا علي. الذي كان يعرف في وقتها هذا سيدنا علي، هذا سيدنا عمر، اللي كان ملاصق وملازم له. ففي ناس كثير ما عرفوهوش، فجاء الدور على سيدنا علي رضي الله عنه، أبو الحسنين من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقف سيدنا علي بالدور، فقال الطبيب لعلي موجها له الكلام: مما تشكو؟ شو وجعك؟ فقال علي له رضي الله عنه: أشكو من مرض خطير. قال: وما هو؟ إيش مرضك؟ قال: أشكو من مرض الذنوب. إيش الذنوب؟ إيش الذنوب؟ أنت يا سيدنا علي عندك ذنوب؟ أح ذكرتني بسيدنا أبو بكر من قبلك يا سيدنا علي، وهو في النزع الأخير يقول: آه من ذنوبي، إيه 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 إيه. مما تشكو يا أبا بكر؟ قال: أشكو من ذنوبي، وهو في النزع الأخير، أشكو من ذنوبي. فقالت له الناس: أنت صاحب رسول الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذه الآية نزلت فيك صاحبه، يعني بنحكى إليك الكلام. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كلكم كانت له يد علينا فكافأناه، إلا الصديق نترك مكافأته لله. وبتقول أنا بشكو بذنوبي؟ والله لما بقرأ هيك يعني أحاديث وهيك مواضيع إني ببكي على حالي، أنا كشخص ببكي على حالي، وين أنا وين همي وين إحنا وين همي، متى سنوصل ربع درجتهم؟ ما تعرف يعني عليش معتمدين إحنا رايحين غير رحمة رب العالمين؟ طبعا معتمدين على رحمة رب العالمين، إلا أن يتغمدنا الله برحمته، وإلا أعمالنا نقولها جازما لا تليق أن تعرض على الله. والله يوم أن يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قالوا بعضهم يذوب اللحم عن العظم حياء من الله سبحانه وتعالى، يقول اقرأ. أبو بكر بقول رضي الله عنه: أخشى أشكو من ذنوبي. قالوا: أنحضر لك طبيب يا أبا بكر؟ قال: قابلني الطبيب. قالوا: وماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. خلاص رب العالمين، إني فعال لما أريد. فهذا أبو بكر اللي يوم من الأيام سيدنا أبو بكر إجا على شجرة على بستان، فرأى عصفورا يزقزق على شجرة، فقال: لو كنت ذاك الطائر لا حساب ولا عذاب، ليت أمي ما ولدتني. أنت اللي بتحكي هيك؟ انت اللي بتحكي هيك يا سيدنا ابو بكر؟ شو ظللنا احنا؟ هذا الذي يتحدث شو ظلله؟ والله ما لنا الا رحمة رب العالمين، ليس لنا الا الله ورحمة رب العالمين. المهم نرجع لسيدنا علي. يا الله هالبساتين الجميلة هذه، هاي الجلسات الحلوة هيك، أبو بكر علي سيدنا عثمان سيدنا، ما أجمل قصصهم وأروع حياتهم. إحنا بس مش فقط بنحكيها من التسلية، قصص قبل النوم بنحكيها لابنك الصغير قبل ينام حتى ينام، لا وبعدين يلا وأدرك شهريار الصباح. بدنا نقتدي بهال، بنحكي القصة حتى نقتدي بهم، هم كالنجوم نقتدي بهم. المهم سيدنا علي رضي الله عنه وهو واقف قال له الطبيب: مما تشكو؟ قال: أشكو من مرض خطير. قال: ما هو؟ قال: أشكو من مرض الذنوب. لاحظ كان سيدنا علي عنده ذنوب، عنده ذنوب، بس احنا شو وين احنا وين هم؟ المهم فنظر الطبيب إلى علي نظرة تفحص وتأمل، قال في نفسه الطبيب: إما أن يكون هذا عالما أو جاهلا. فأراد لكي يعرف الطبيب، لما بيعرف انه هذا سيدنا علي اللي وقف امامه ابو الحسنين
أول سيف في الإسلام وأول فتى في الإسلام. فقال له: وأنا الطبيب أشكو من هذا المرض، هل عندك دواء له؟ ما هو بده طبعا رد الكرة في مرمى سيدنا علي، ما هو بده يشوفه يعني فهمان مش فهمان بطريقته طبعا، حتى يكتشف، لأنه هذا السؤال ينم عن واحد مش أي واحد، واعي جدا 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 جدا، فما بالك هذا أبو الحسنين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، عن الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة. فقال: هل عندك دواء له؟ فقال علي رضي الله عنه: نعم عندي دواء له. قال الطبيب: صف لي، بارك الله بك، أنا الآن مريض وأريد أن أتعالج عندك، يلا. الآن هو ما بيعرف أنه هذا مين اللي يقف أمامه. سيدنا علي وقف أمامه وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تذهب إلى بستان الإيمان. وصف مين؟ الدكتور. قال له: بتروح على بستان الإيمان، الإيمان كله بستان في أشجار مختلفة، ثم تأخذ ورق النية تنوي، وحب الندامة، وثمر الفقه، وسيقان الإنابة، وقشور الاجتهاد، ولب الإخلاص، وترياق التواضع. الله 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 الله، عيد 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 عيد. تأخذ ورق النية، وحب التواضع، ولب الإخلاص، وترياق التواضع، وقشور الاجتهاد، وثمر الفقه، ثم تأخذ هذه الأدوية بقلب حاضر وفهم وافر، بأنامل التصديق وكف التوفيق، ثم تضعها في طبق التحقيق، ثم تغسلها بماء الدموع. تغسلها بماء الدموع، ثم توقد عليها بنار الحكمة. الله، حتى ترغي زبد الحكمة بنار الحزن، حتى ترغي زبد الحكمة، ينعقد لك من ذلك كله شربة هنيئة لا تشربها في مكان يراه فيه فيك أحد، ثم تفرغها في صحاف الرضا، ثم تروح عليها بمراوح الاستغفار. إذن نرجع، توقد عليها بنار الحزن حتى ترغي زبد الحكمة، صرت بقبق الطنجرة، ثم تفرغها في صحاف الرضا. اوعك تفكر انها طبخة هاي. ثم تفرغها في صحاف الرضا، ثم تروح عليها بمراوح الاستغفار، ثم ينعقد لك من ذلك كل شربة هنيئة لا تشربها في مكان يراك فيه أحد إلا الله تعالى، فإن ذلك يزيل عنك الذنوب ولا يبقي عليك ذنبا. فأنشد قائلا: يا خاطب الحوراء في خدرها، شمر فتقوى الله من مهرها، وكن مجدا ولا تكن وانيا، وجاهد النفس على صبرها. فالطبيب قال: النفس تكره أن تكون فقيرة، والفقر خير لها من غنى يطغيها، هي القناعة، عود نفسك عليها، وإلا جميع ما في الأرض لا يكفيها. قال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقام الطبيب فقبل رأسه، فقبل رأسه. هذه صورة من صور سيدنا علي. قالوا لسيدنا علي: صف لنا الدهر. قال: يومان. صلي على رسول الله. قال: يومان الدهر، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، ما تقعدش تهمش وتقصي فلان وتجمد فلان وتأسفن فلان، وما تخلي لفلان وعلان إنك أنت اليوم إيدك طايلة، بعد فترة لن تطول يدك، لن تطول يدك، لأنك ستتقاعد، بل مش تتقاعد، قد يروحوك بأتفه الأسباب، ما بتعرف، ما بتعرف. ذلك المرء في زمن الإقبال وهو في عز وظيفته. قالوا: المرء في زمن الإقبال كالشجرة، الناس من حولها ما دامت الثمرة، فإذا ذهب حملها عنها تركوها تقاسي الحر والغبر،
ما حدا بيحكي معه لعطوفتك ولا معاليك ولا 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 راحت. أما وهو في وظيفته الكل بحف فيه وبرحب فيه. احسب حساب الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، إن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر، فكلاهما سينحسر. كلاهما سينحسر، راح يروح يعني الفرح والسرور راح تروح والحزن راح يروح. لذلك لكل مهموم، لكل مكروب، لكل مديون، أبشر فإن الفرج قادم. والله الذي لا إله إلا هو، إلا يا أبو الديون أنت، الله يفرج عنك يا رب، يا الله يا رب يقضي عنك الدين. أنا سامعك بتقول آمين وأنا بقول آمين يا رب العالمين. أقضي الدين عن المدينين الأردنيين وكل الأردن يا رب العالمين، أقضي عنهم الدين وأذهب الهم عن المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين يا رب العالمين. بدي أحكي لكم لما قالوا لسيدنا علي طب يعني صف لنا الدهر، قال يومان. قالوا صف لنا الرزق. الرزق يا أخي إحنا هذه هاي في كورونا، هلا في كورونا إن إحنا محلاتنا سكرت والدنيا وقفت وكلها يعني بطلت خلص بطلنا. قال الرزق رزقان. يا الله ما أروعك يا سيدنا علي، يا الله ما أروعك، نفسي أقبل يدك. شو يدك؟ قدمك. قال الرزق رزقان، رزق طالب ورزق مطلوب. كيف يعني يا سيدنا علي طالب ومطلوب؟ قال إن طلبت الدنيا طلبك الموت حتى يخرجك منها. إن طلبت الدنيا طلبك الموت حتى يخرجك منها، وإن طلبت الموت احرص على الموت توهب لك الحياة، وإن طلبت الموت طلبتك الدنيا حتى تستوفي رزقك منها. اللي امبارح قلنا عنه، جاءني روح القدس يقول عليه الصلاة والسلام فنفث في روعي فقال يا محمد إن الله لن يقبض روحا حتى تستوفي رزقها وأجلها. إن طلبت الموت طلبتك الدنيا. اسمع يا ابو العبد يا ابو فلان، في لك 100 دينار درى قبل ما تموت بدك تاخذهم، في لك شربة مي بدك تاخذها، في لك كاسة شاي بدك تاخذها قبل ما تموت، وقف شوي. طلبتك الدنيا حتى تستوفي رزقك منها. قال فلذلك إذا الفقير افتقر في هذه الدنيا فقد حزن، والغني إذا اغتنى فقد فتن. حلالها حساب وحرامها عذاب. قالوا صف لنا الدنيا يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا. قال الدنيا آه يا دنيا غري غيري، روحوا شوفي لك واحد غيري. طلقتك بالثلاثة لا رجعة فيها، خطرك حقير وعمرك قصير. آه ثم آه ثم آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. السفر طويل يا أخوان، لازم نتسلح في ملاقات رب العالمين، أننا نستعد لملاقاته بالأعمال الصالحة. لذلك قالوا البطولة ليس أن تنفق مالك وأن بل أن البطولة أن يسبقك مالك إلى قبرك، لأن يوم حين أن تموت توضع في القبر كله بظل إلا بروح، إلا عملك بيظل واقف فوق راسك، بيظل معك ملازم معك في القبر. مالك وولدك وأهلك كله بيرجع إلا عملك. فالبطولة أن تجد مالك بينتظرك مش مالك. لذلك الميت حينما يوضع على الأكتاف ورد في الحديث ينادي ذلك الميت ونحن لا نستمع إليه، يقول يا ويلها أين تذهبون بها، وين رايحين، وين موديني، لقد جمعت المال من حله ومن حرامه، فأحاسب عليه في قبري وتركته لغيري وأحاسب عليه في قبري. فالهناءة الهناءة لكم يا ورثة، بمعنى يا ورثة الهناءة الهناءة لكم، والتعاسة لي، لأننا ظليت قضيتها بدي أروح أشم الهواء أجيب. مش غلط، الله يسعدك ويهنيك، إحنا مش ضد الانفتاح والتطور والتكنولوجيا، لا 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 لا، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى إنه في قدامك قبر،
لا تنسى أن قدامك ظلمة، لا تنسى أن قدامك وحشة، لا تنسى أن قدامك حساب وعذاب، لا تنسى أنك أي ستقف بين يدي الله سيسألك عن هذا المال. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من وين جبت هذا المال، من وين جبته، عيني بعينك، من وين جبته، انت قول يلا من وين جبته، ان كان من حلال الله يهنيك ويهني اولادك ويسعدك ويسعد اولادك ويخليك ويخلي اولادك، وان كان من حرام راجع حساباتك، راجع حساباتك يا ابني، حتى لو لم يراك احد فان الله يراك، فان الله يراك. على اي حال بقي يعني دقائق، أربع دقائق إن شاء الله راح ندعي فيها، لكن قبل أن ندعو أقول كلمة وأختصر. لا تفكر إنك ناصح قوي، لا تفكر إن هذه الدنيا يعني بإمكانك تعمل فيها زي الريموت كنترول هيك، تعمل هاي بتحط على الأردن مثلا، بعد شوي على مصر مثلا، بتحط ليه؟ لا لا، بتمجل مثل ما بدك، لا، هناك سنن كونية إلهية ماضية إلى يوم القيامة. اوعك تفكر، او انا بوجه رسالتي لكل الناس، اوعك تفكر انك تقدر على كل شيء وانك تستطيع فعل كل شيء، واياك تشويه صور الناس، اياك ان تسيء الى الناس. يا ابن الناس دائما خلي لسانك رطب بذكر الله، فكك من الناس واستعيذ برب الناس من شرور الناس، وانتبه انه في حفرة مظلمة امامك. على اي حال بدنا ندعي. اللهم يا رب اجعل اول هذا النهار صلاحا، واوسطه فلاحا، واخره نجاحا. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، ونورا ساطعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع، من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، يا ومن عين لا تدمع. يا رب العالمين سبحانك ما أعظم شانك، ما قدرناك حق قدرك، الأرض قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك، سبحانك ما أعظم شانك. ترى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وترى مخ ساقها وتقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. أنت الملك، أنت الجبار، أنت المكبر، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ما أعظم شانك. يا واحد يا أحد، يا حنان يا منان يا ديان، يا عظيم الشان، يا من تغيث اللهفان، وتطعم الجيعان جوعان، وتسقي الظمآن، وتتابع الإحسان. كل يوم أنت في شأن، كل يوم أنت في شأن، يا من تقول للشيء كن فيكون، زل فيزول. يا ربي نسألك باسمك العظيم وبسلطانك القديم أن ترحمنا يا أرحم الراحمين، ترفع الوباء والبلاء عن الأردن يا رب العالمين. أيها الأخوة في الله، حسب التوقيت المحلي للعاصمة الحبيبة عمان، حان الآن موعد أذان المغرب. اخر شيء المايك، مايك ما سمعت، خلينا ندعي، والله ما سمعت. بعدين جيت طالع من دانك جيت لقمود، خلص انا حكيت مع الحاج سفري قلت له يا عم انا بطلت اتحمل على شغلي، جيبوا لي اير بيس، قال بكره ان شاء الله بدلك معه اسمه فؤاد. كيف اليوم؟ الحمد لله، والله ما شاء الله، والله ما شاء الله النائب. اول مره انا يعني